هذا شعيب البعايث الجنوبي، قسم من ود الرمة، يترك فوق البعايث 15 كيلو، ويجتمع من تحت البعايث 3 كيلو بالحاجر على طريق الزبيدة. هذا الوادي أول كان يعمل على حصار، إلا بعد ما تدخلت حكومتنا الرشيدة الله يجزاهم الخير أولهم وآخرهم، سووا كبريين، كبري على الوادي الجنوبي وكبري على الوادي الشمالي. أول يجينا الأمطار ناخذ 8 أيام 10 أيام وحنا محاصرين، ما يطلع من هالوديان لا إنسان ولا حيوان. والحمد لله هالحين كباري ونعمة وخطوط وفضل من الله، خطوط والكباري هذا إن ناخذ 8 أيام 10 أيام محصورين، ما يطلع لا إنسان ولا حيوان من الوادي. بين الوادي نسند ونفيض، معك 15 كيلو فوق ومعك 3 كيلو حدر الديرة. هالحين الحمد لله كبري يطلع من الديرة شمال الحايل، وكبري يطلع للجنوب للقصيم والمدينة والمملكة كلها، وعلى ثلاث ما شاء الله طرق رئيسية. الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر حكومتنا الرشيدة من أولهم عبد العزيز اللي وحد هذه الأمة وخلاها أخوان، عقب ما هم تنحرين خلاهم أخوان، وعقبه أبنائهم الله يجزاهم الجنة ويجزاهم الخير ويجزاهم التوفيق الأولين. وحنا بعصر الملك سلمان الله يسلمه ويطول عمره، هو ولي عهد محمد بن سلمان اللي تطور الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى البخيت البعايث.